المباركة، لأنه أنا أريد أأسس، أريد أأسس لماذا؟ أن النظام الاجتماعي في الإسلام قوامه، نواته، أصله ما هو؟ الأسرة. في النظرية القرآنية، إذن عندما نأتي إلى الأحكام الفقهية لابد أن نأخذ بعين الاعتبار شنو؟ هذا الأصل الكلي. وأنتم الآن تجدون في المجتمعات الغربية عموما عندما تذهب العوائل والأسر الإسلامية تقع فيها الاختلافات والتناقضات، منشأه لأن ذاك النظام قائم على أساس، هذا الإسلام قائم على أساس آخر، فلهذا دا ينسجم أو لا ينسجم؟ لا دا ينسجم. المشكلة الأصلية هناك، ولهذا ماذا تحل؟ عندما نأتي إلى مجتمعاتنا نجد بأنه شيئا فشيئا الأسرة أو أحكام الأسرة أو قوام الأسرة دا يتأخر أو دا يتخلخل أو دا ينفرط، لأنه يا ثقافة دا تأتي، ها؟ الثقافة الأخرى دا تأتي اللي قائمة على أساس نظام الأسرة أو غير قائمة، غير قائمة، ولهذا هذا الغزو الثقافي ده يؤثر أثره. حتى أنت قل أنا نظام إسلامي، سمي نفسك إسلامي، مهم أن الثقافة الذي ده تغزو واقعك إسلامية، ما أريد أقول إسلامية، قائمة على الأسس التي أنت مؤمن بها أو على أسس أخرى، قائمة على أسس أخرى. ولهذا عندما تدخل في واقعك تؤدي إلى شنو؟ إلى تخلخل النظام الفكري والنظام الأسري القائم عندي. قدرت أوصل المطلب إلى الأعزة أو لا؟ وهذه هي المشكلة الأصلية. إذن لا طريقة إلا شنو؟ إلا تقوية هذا النظام الفكري، هذا الذي أنا قلت له مرارا وتكرارا. عد إذا جاء النظام، يعني إذا قبلنا أن الأصل هو نظام الأسرة، إذن لابد أن ننظر إلى أحكام المرأة ضمن هذا المجتمع الصغير الذي هو الأسرة. حقوق المرأة وين ننظر إليها؟ مستقلة لو ضمن هذا النظام؟ وإحنا دا ننظر إلى حقوق المرأة أين؟ خارج هذا النظام. ولهذا نقول لماذا؟ الرجل إذا نريد أن نعطيه حقوقه لابد أن نعطيه حقوقه مطلقة لو ضمن هذا النظام، ولكن هو يريد يبقى على حقوقه المطلقة وهو في داخل الأسرة، ينسجم ولا ينسجم؟ يعني نفس الحرية التي كانت عنده قبل الزواج يريد أن يحتفظ بها شنو؟ بعد الزواج، صحيح ولا؟ ها؟ مع أنه هذا يسمح له أو لا يسمح؟ لا لا يسمح. كما أن البنت كذلك، البنت أو الأنثى قبل زواجها فقط كان عليها أن تطيع العائلة، الآن لابد أيضا ماذا؟ أن تأخذ اعتبارات الزوج بعين الاعتبار، مصالح ومنافع الزوج تأخذ بعين الاعتبار. فإذا أرادت أن تخالف يقولون إذا خرجتي تلعنك الملائكة من خرجتي إلى رجعتي، ولكن الرجل يريد يبقى على شنو؟ ملتفتين التناقض أي؟ ولهذا المرأة تقول خب لماذا أنه هالشكل أنا مو هالشكل؟ وإلا لو وجدت المرأة أن الرجل أو الزوج أيضا قيد كما هي مقيدة لا توجد عندها مشكلة. المشكلة أين تبدأ؟ هذا التناقض بين، هذا إن شاء الله غدا أكثر أوضحه حتى يتضح أنه أصل المشكلة الآن في أسرنا، وهذا مرجعه إلى المنظومة الفقهية الموجودة عندنا، حيث أن هاي المنظومة الفقهية ليس أسسها قرآنية، ولهذا تنطي هذه النتائج. حر في أن يخرج، حر كذا، حر يتزوج عدد كذا، يطلق كذا، حر 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 حر، ولكن هي شنو؟ هنا 1000 حرية وهنا في الأنثى ماذا؟ 1000 قيد. هذه بعد العائلة، هذه الأسرة تبقى مستحكمة أو تتخلخل؟ تتخلخل. فلا طريقة، إما أن تعطي الحرية لمن؟
للمرأة كما تعطيها لمن؟ للرجل. وإما أن تقيد الرجل كما تقيد المرأة.